السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على رغبات كثيرة جاءتني على الخاص بطلب الحديث عن ما سبق وأشرت إليه في فيديو سابق من فرص الاستثمار الحلال والآمنة ومضمونة العوائد والمتوفرة حاليا بتركيا، ولذا نزولا على رغباتكم سأخصص هذا الفيديو لإلقاء الضوء على أحد هذه المشروعات. وقبل أن أبدأ أريد أن أوضح لكم أن قناتي لا تمثل أي مشروع من التي سيتم ذكره، وأنا فقط مستثمرة صغيرة بأحد هذه المشروعات، فأردت أن أشارك تجربتي معكم لعلها تفيد غيري. أولاً سأتكلم عن هذا الجروب المتعدد الجنسيات والذي يضم العديد من الشركات المساهمة ورجال الأعمال والخبراء من جنسيات مختلفة، وقد حاولوا من خلال هذا التجمع معالجة كل السلبيات والمعوقات التي تواجه المغتربين أو الوافدين على تركيا، وتجنيب صغار المستثمرين التعرض لمخاطر الاستثمار والتجارة في تركيا والتي تعرض لها كل من جاءها من قبل. وكان الحل الوحيد الدخول في شراكات مشروعات تكون الحكومة التركية طرف فيها بصورة أو بأخرى، وأن يكون التعاملات بالدولار الأمريكي لتجنب الارتفاع والانخفاض المفاجئ بسعر الليرة التركية. نأتي للخطوة المهمة، من هم أصحاب أو مؤسسين هذه المشروعات؟ هم مجموعة من المستثمرين الأتراك قاموا بتأسيس عدد من الشركات المساهمة، كل شركة حصلت على ترخيص خاص من وزارة البيئة وبعض البلديات بالولايات التركية لإنتاج الوقود والطاقة النظيفة الخضراء من مصادر متجددة للمحافظة على البيئة المحلية، ونظير ذلك أعطتهم الدولة حافز استثمار في صورة عقد حكومي مع الدولة لشراء كل ما ينتجوه من طاقة كهربائية بسعر مرتفع لمدة 10 سنوات، وفي بعض المشروعات وصل الحافز للشراء يصل ل20 عام، والحافز الآخر المهم تشتري الدولة طوال فترة التعاقد الكهرباء بسعر ثابت وبالدولار الأمريكي. والحافز الثالث تتعهد الجهات الرسمية والبلديات بتوفير المواد اللازمة لإنتاج الطاقة حسب نوع وترخيص المشروع، إما بالمجان أو بسعر رمزي يغطي تكاليف النقل. الحافز الرابع تقوم الدولة بالدفع لقيم الفواتير الشهرية للكهرباء المباعة لها في خلال 15 يوم من تسليم الفاتورة. سؤال، ما الذي يقوم به هذا الجروب؟ يقوم بتوفير حصص يشتريها المستثمر من أحد المشروعات، يقوم بدراسة تلك المشروعات واختيار المتميز منها والمناسب للمستثمر العربي، إتمام كافة إجراءات تحويل الأسهم والحصص إلى المشتري بكل ما لها من نسبة في التراخيص وأصول الشركة من آلات ومعدات وأرض ومباني وتراخيص وخلافه. بعد تمام تجميع الحصص وتحويلها للعرب والأجانب، يقوم بالعرض على مجلس إدارة المشروع والمكون من الشركاء. يقومون بإدارة المشروع تحت رقابة وإشراف مجلس الإدارة المكون من الشركاء أو ممثليهم، ويقومون بعرض خطة التطوير للمشروع للرفع من قيمة المشروع وبالتالي رفع الدخل والعوائد الاستثمارية للمستثمرين. بإمكان أي مستثمر بيع حصته لأحد الشركاء بالشركة في أي وقت ولمن هم خارج الشركة بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة. هذا الجروب كذلك يسعى لعمل وثيقة تكافل وتأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية على معدات المشروع. لا يعطون فوائد على الأموال المشاركة في الشركة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وإنما هم نظام مشاركة في أرباح الشركة السنوية والتي قد تتراوح في بعض المشروعات من 25 إلى 35% سنوياً من إجمالي رأس المال المستثمر. ما هي قيمة حصص المشروع؟
قيمة حصص المشروع تختلف حسب نوع وحجم ومدخول المشروع وكذلك العقد مع الدولة، وهي تنقسم على 3 فئات. أول فئة 10,000 دولار، هذه للمشروعات التي اكتملت وفي مرحلة الإعداد النهائي للتشغيل والربط بالشبكة خلال 2 إلى 3 أشهر. الفئة الثانية 15,000 دولار للسهم، للمشروعات التي تعمل بالفعل منذ وقت لا يقل عن 2 سنين. والفئة الثالثة 25,000 دولار للسهم، للمشروعات التي تمتلك عقود طويلة أكثر من 10 سنوات مع الحكومة وهناك إمكانية لتطويرها المستمر. نقطة مهمة، نظراً لكون المشروع بفضل الله مستقر والمدفوعات مضمونة عن طريق الدولة، فيمكن لأي شريك بالشركة طلب دفعة شهرية منتظمة تحت حساب الأرباح، ومعدلات الأرباح لا تقل عن 25% سنوياً. ملاحظة مهمة، جميع هذه المشروعات موجودة وحقيقية وليست تحت الإنشاء مع كامل تراخيصها وتصاريحها من الدولة التركية. أتمنى أن أكون قد جاوبت على جميع أسئلتكم، ولأي استفسار آخر اتركوا أسئلتكم تحت بالتعليقات أو مراسلتي على الصفحة الخاصة بالفيسبوك في صندوق الوصف. وبالآخر أترككم مع أحد نماذج هذه المشروعات، وشكراً.